هي شايفاه هو بس سبحان الله. توعديني ما تستحميش تاني؟ أوعدك يا دودو مش هستحمى تاني خلاص. العلاقة المعفنة دي. لا أنا عرفت يلا ده إيه يلا إيه؟ ده مقلب ده برنامج رامز. أيوة صدقني برنامج رامز حول الكشك. أيوة صح صح. أيوة هو رامز دايما يطلع معاه حيوانات غريبة صح. شوكولاتة أنا بحب أصحابي. أيوة هو ماشي. إيه؟ في حاجة غلط في العلاقة دي. يا والله اللهم إذا كان هذا سحرا فأبطله. والله أحلى دعوة سحرا. أيوة أبطله. طبيعي يا حبيبي طبيعي. دودو أنت حاطط صورة مهند ليه؟ على فكرة أنت أحلى منه بكتير. بخاف من الحسد مش عارف. هقول ألفاظ مش قادر أمسك نفسي بجد. أكتر حد شفته ماسك الشخصية مصدق نفسه أوي فرحان. لا خاف من الحسد طبعا يا حبيبي. أنا دودو عارف يا دودو. أنا طول عمري عايشة في يوروب. فين؟ مش يوروب. أيوة كملي صح. يا قلبي كملي. بشوف ناس كتير قوي شعرهم أصفر وعينيهم خضرا. لا إيه القرف حاجة تزهق. قرف. أيوة عينيهم صفرا. أنا عرفت المشكلة دي. ما بتشوفش اسمع مني واضح. لو سمحتي دول كام؟ سفن. سفن شايفاهم حاجة ساعة. باري إنها عبيطة يعني. شوفش معلش معلش كملي. عارف عارف يا دودو زي ايه؟ زي ما تبقى بتاكل دونت. ايوه بالظبط. انت لقيتي دوده في الدونتس كلتي الدوده ورميتي الدونتس صح؟ دوده؟ لا طبعا. لما بيجي لك دونتس مش بيجي لك كام شوجر راش. ايوه انا لعيب بقى في شوجر راش 1 و2 و3. تعاليني من غير شاحن ونقابل بعض. يلا شوجر راش دي اللي هي بعيد عنك غيبوبه السكر ما عندها مش شايفه. يعني هي شايفاه انسولين. ربنا يشفيكي ما انا اصرفهولك كل شهر. لا 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 لما بيجيلك شوجر راش بتحس بايه؟ بتحس ان انت نفسك في بصلايه مخلله. انا البصلايه المخلله. انا بصلايه. انت وحضرتك مش نفسك في زيتونه كلمطاطا؟ طب برطمان لفت. طيب لا 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 البصل اطعم بكتير. نعمل ايه؟ لا دي معفنه بقى. دي مش شايفه غيره. دي حلفه عليه مترجطه العفانه. يا لهوي على فكره حرام عليكم السايز ده مش بلاقيه بسهوله. الاكس سمول بيتخطب بسرعه. الاكس سمول بيتخطب بسرعه؟ ايوه. طب خلي بالك عشان ده بيوبر بعد الارتباط. خدي الميديم وهيفرش معاكي. طب ما تاخدي اللارج وقيفيني زي ما انت عاوزه. لا 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 هي اختارت اللاست بيس. يا انت سامي قلبي والله هقتله بجد. تاني حاوي انا بكره اعمل مكانك ماليش دعوه. بكره اجازه حبيبي. بكره اجازه صح. سيبك منهم يا دول. ايوه سيبك منهم. سيبك منهم دول غيورين حكوديين قوي قوي. انا نفسي قصه حبنا تدخل التاريخ زي قيس وليلى روميو وجولييت. طب انت عارف جاك وروز؟ دول حبايبي. اتكلمي في ايه؟ انا بتكلم على كلاب. الولاد دول حبايبي. ده انا حضرت اول ولده ليهم. فضل نطلع السفينه انا وانت لوحدنا. Every night اركب يا عمي اهو. هنسمعكوا يا ريس حمدي البحر عالي. ارجع يلا هنغرق اهو. كلاب يا عم كلاب. بس هرجع بيجي لي دوار بحر. الواد ربنا هتشل بروفيشنال في السماكه. انا وشي نمل. يلا الف سلامة عليكم. يلا خلاصه دي يلا. عم انا مش قادر مش قادر استحمل اللي بيحصل ده. لا تعال نروح نجيب ايس كريم ولا حاجه تطر على قلبنا. لا 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 قاعديني هنمشي ان شاء الله. هتعرف حياتك والله ما ينفع. يلا يا عم ما تحسبش الزياره دي. شوف عم الشوكولاته طب لا يكون جرى له حاجه. عم شوكولاته ده معاه طبق ملوخيه تحت. اخيرا بقينا لوحدنا يا قلبي. ايوه يا دودو ايوه. بس انا عايز اعترف لك بحاجه. قولي يا حبيبي. انا اول مره اعيش اللي انا بعيشه ده دلوقتي. انا مش واخد على كده بصراحه. يعني انا كنت محتاج واحده بحلم بيها تبقى شريكه حياتي تديني بالجزمه على دماغي يا لو. ده غير اللي بجد والله. هو قال مره واحده. سلام يا نودو. سلام. الحمد لله انا هفضل عايش رغم التعقيدين. انا تمام الحمد لله. انا بطل الحمد لله يا دودو. الحمد لله يا الحمد لله. بس كنت عايز اقول لك حاجه. ان الحب افعال مش اقوال يا لولو. انت فاهماني؟ انت ما اثبتليش لحد دلوقتي انك بتحبيني. انا حسبت لك اني بحبك. ازاي؟ ثانيه واحده. اوكي. Would you marry me؟ استغفر الله يا بنتي انت بتعملي ايه؟ ايه ده؟ ده proposal. هو ده البرابا. ايوه
انتي فاجئتيني. عايزه اتجوزك يا جودو. ده انا اتفاجئت. ايه الحلم ده؟ بصي انا ابن ناس، انت لازم تخشي البيت من بابه، لازم تطلبيني من ولي امري. اكيد. هو فين؟ الحاج رمضان. ايوه الحاج رمضان. يا حاج رمضان يا ياد، مالك يا ياد؟ ايه يا حاج رمضان؟ ياد اللي انت لابسه ده ايه ده؟ اخضر. ايوه عادي، لون من الوان الطبيعه، ايه المشكله يا حاج رمضان؟ لابس شراب اخضر. ايوه يا حاج رمضان. تعبيط بس حلو الجاكيت. امال ايه؟ ده كده انا امشي بقى، انت عارف اول ما البنات بتشوفني يا نهار اسوح. طب ما تبص كده شمالك. ايه؟ بص بس. ايه الدنيا؟ ايه دي؟ دي بنات. لا يا او النعمه. ايه دي حقيقيه؟ دي حقيقيه بجد؟ او النعمه. بتقول لي بس بس؟ كلها هو هو. ايوه عايزاك في كلمتين. عايزان انا؟ ايوه تحت امرك. انا طالبه القرب منك. طالبه القرب مني انا؟ ايوه. ها طالبه القرب مني؟ عايزه مني ايه؟ طالبه القرب منك في دودو. طالبه القرب في دودو؟ ايوه طالبه القرب في دودو. انا اعرف مثلا طالبه المشي بدودو. ايه طالبه القرب في دودو ده؟ لا لا، طالبه القرب منك في دودو ده يا انكل. هدهد. هدهد؟ ايوه ايوه هدهد. انت عايزه تتجوزي هدهد؟ ايوه يا انكل. في حاجه غلط. غلط ايه؟ هاد عايزه تتجوزها. ايوه. ولا ايه؟ وقت كنت معانا في فلوسك. انت معانا في فلوس انا؟ يا ده ما هتعوز منك ايه؟ مش مهم تعوزي اللي تعوزه. ياد ممكن تكون تاجرة اعضاء. ايوه ممكن تبيع كعضو واحد. هو ده اللي مضايقك، ان انا هتباع جمله مش قطاعي صح؟ ياد انت لو هتبيع اعضائك انا هشتري كبده ومخ. كبده ومخ ايه؟ انا الشرقاوي يا حاج رمضان. ليه بتحبني؟ عايز تتجوزني؟ ياد تتجوزك ايه؟ ياد في حاجه غلط. ياد مش مشكله. ياد ممكن ما تبقاش بني ادم عاديه. عادي. لا يا ولا خش جوه. يعني ايه خش جوه؟ خش جوه. ده انا عارف مصلحتك. انت بتقف في طريق حبنا. حبنا. خش يا جوه. يا عم حرام عليك. لا لا ما تسيبنيش يا دودو، ما تسيبنيش. الله. انا هستناك العمر كله يا دودو، حتى تحترق النجوم وتفنى العوالم. شهرزاد مشيت الجنية؟ مشيت يا سيدي. لا دي هي فعلا جنية عايزة تتجوز هدهد. انا مش مصدق اللي بيحصل. يا نهار ابيض. لا ده الزمن اتغير خالص.